السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مطبخ سارة يوسف. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. عندي واحد الاكله خفيفه ظريفه من صلاحك كوجبه عشاء ولا وجبه خفيفه ديال الغداء، هتعجبكم ان شاء الله وغتعجب وليداتكم. غنبداو اول حاجه غنحتاجوا البصله، هما تشوفوها مقطعه كيف كنقولوا حنايا جنيحات ولا مشنفه، اللي غنطيحوها في المقله اللي درنا فيها شويه ديال الزيت. يلا نبداو طريقة الحال يوسف هو صاحب الوصفة. دابا غنديروها طيح، ولكن ما ماشي تبقى تطيح بزاف، غير نحسو بها ديك العرقات وشوية غير الوات، ما تبقاش واقفة بحال هكدا، غير تبان لينا دبالت واحد شي شوية ونحيدوها. يعني غير الدبال؟ غير الدبال واحد شي شوية ونحيدوها. داكوغ. من بعد ما طاحت البصلة كيف ما قال يوسف ما طاحش بزاف، يعني غير الدبال ما تحمرش بزاف. حنا غنديروها دابا، نجيب واحد البول ونديروها فيه. غنزيدو الربيع، غنزيدو هكا تقريبا واحد نص كاس ديال السميده. يعني ما نعطيكمش العوار لان ما عرفناش شحال ديال البصله غديروا على حسب افراد الاسره. حنا هنايا درنا واحد جوج بصلات كبار، درنا نص كاس ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، وغنزيدوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض الفورس. ونزيدوا جوج البيضات، نحرك مزيان الخليط. هنا نزيدو غير شويه ديال الملحه، حقاش ديجا درنا الملحه في البصله باش هبطناها. وشويه ديال الابزار، ودابا غنخليوها جانبا مده حد 15 دقيقه باش هذيك السميده تشرب وتنفخ لينا، عاد باش ديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا شنو غندير. من بعد ما دازت ربع ساعه غنجيب المقله ديالي وندهنها بالزبده ولا بالزيت، ونكب فيها الخليط ديالي ونحاول نوزعو على المقله كامله. كيف ما قلت نوزعها مزيان على المقلة. ودابا غنغطيوها ونديروها فوق نار متوسطة ولا هادئة شي شوية، نخليوها حتى تطيب من الجهه التحتانيه ونقلبوها باش تحمر لينا من الجهه الاخرى ونقدموها بصحه وراحه. من بعد ما كطيب لينا الفتره ديالنا من التحت وتتحمر، تنقلبوها باش تحمر لينا من الجهه الاخرى وكنقدمها لكم بصحه وراحه. نتمنىها تعجبكم وتجربوها. نتمنى ديروا جيم الفيديو الى عجبكم وتشتركوا في القناه الى عجباتكم، وشكرا لكم الى فيديو لاحق.